بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفره وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء له. هذه كلها أبواب تدخل في كتاب الأدب كما سمى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي كلها لقطات ذات أهمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام النووي الباب كعادته بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع، وداع الإنسان لصاحبه ووصيته له عندما يسافر أو لأي شكل آخر، وكيف ينبغي أن يدعو واحد منهما للآخر، وأن يطلب كل منهما الدعاء من الثاني. هذا الباب بدأه بقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية توضح موقفين من مواقف الرسل والأنبياء. أحدهما موقف سيدنا إبراهيم، كيف وصى بنيه عند دنو أجله أن يلتزموا صراط الله سبحانه وتعالى، وأن يشرفوا بهذا الدين الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به إيمانا وسلوكا والتزاما. هذا موقف سيدنا إبراهيم. الموقف الثاني موقف سيدنا يعقوب، كيف هو الآخر عندما دنا منه الموت وشعر أنه راحل عن الحياة الدنيا، كيف جمع أولاده ووصاهم بمثل ما وصى به إبراهيم بنيه. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى طبعا تعليم لنا أن يفعل ذلك كل منا بالنسبة لأهله لذويه أولاده عندما يجد نفسه راحلا، إما إلى سفر لأنه لا يدري هل سيرجع من سفره هذا أم لا، وإما وجد نفسه طريح فراش، وربما كان ذلك دليلا على أن الموت قد بنى منه. يسمى الإنسان أن يوصي من يحبهم من الأقربين ومن أولاده ومن ذوي رحمه وأحبابه، ينبغي أن يوصيهم تماما كما كان الرسل والأنبياء يوصون شعوبهم ويوصون الناس الأقوام الذين كانوا قد أرسلوا إليهم. سيدنا إبراهيم وصى بهذا من بني، كذلك يعقوب. قال سيدنا إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باختصار، إن الله اختار لكم النهج الذي ينبغي أن تدينون به. ما هو هذا النهج؟ الإسلام. والدليل قوله بعد ذلك:
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنالك في الناس من يظن أن دين الإسلام ولد مع بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هنالك أديان أخرى كانت قبل بعثة رسول الله، كل دين نسخ الدين السابق إلى أن جاء الإسلام، فكان الإسلام هو الدين الجديد الذي بعث به خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الوهم وهم خطير ووهم باطل، تلاحظون أن كتاب الله يرد عليه. هذه الآية الأولى، والآية الثانية تعزز هذا الذي نقول ويأكثر تفصيلا. أم كنتم شهداء؟ هل كنتم شهداء؟ طبعا منكم شهداء، لكن هذا الكلام الاستفهامي عبارة عن لفت للنظر إلى الكلام التالي. هل كنتم شهداء يوم جلس يعقوب يوصي أولاده وقد دنا موته؟ وهل تعلمون ماذا قال لأولاده؟ هذا الاستفهام ليس استفهاما على حقيقته، والبالي لا يستفهم، المستفهم هو ذاك الذي لا يعلم ومن ثم يستفهم. لكن الاستفهام من الله عبارة عن لفت نظر بكلام ضمير إلى الشيء التالي. أنا كما لو قلت لكم هل أحدثكم حديثا يهمكم؟ أكيد كل منكم سيقول نعم، إذا لماذا أسأل؟ لكن هذه الطريقة، هل أحدثكم تجعل كل منكم يتنبه ويسأل؟ وإذا كانت هناك مشاغل يدعو هذه المشاغل ليسمع الكلام الهام. هذا الاستفهام من هذا الفيلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ كل منا سنصغي إلى ما سيقوله الله عز وجل عن يعقوب وماذا قال عندما حضره الموت. إذ قال لبنيه، كل أولادي، ما تعبدون من بعدي؟ هذه الوصية بدأت باستفهام. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن سيدنا إبراهيم إلى هذا الجواب الذي أجابه به بنوه. قالوا نعبد إلهك الذي هو ذاته إله آبائك، من جملة آباء سيدنا يعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، إلها واحدا ونحن له مسلمين. هذا كلام سيدنا يعقوب، وهذا هو جواب أولاد سيدنا يعقوب. وأنتم تعلمون أولاد سيدنا يعقوب كثر، ومنهم سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا دلت هذه الآية؟ طبعا دلت على أنه يسن للإنسان الذي أراد أن يفارق ذويه أن يوصيه، ذلك لأنه كان هو الرقيب عليهم وهو الغيوم على مصالحهم عندما كان بين ظهرانهم. الآن سيرحم وسيدعهم وسيحدث فراقه فراغا فيما بينهم، إذا ينبغي أن يملأ هذا الفراغ بوصية. هذه السنة ماضية إلى يوم القيامة، وكذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وتذكرون أنتم الحديث الذي قرأناه منذ حين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذلكت منها الدموع وولدت منه القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسيرى. فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله
صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبيل وفاته. هذه العادة موجودة ولله الحمد إلى الآن، لكن الكثير من الناس إذا شعر الواحد منهم أنه سيفارق أهله وذويه إما إلى سفر بعيد أو إذا شعر أن الموت قد دنا يوصي، لكن يوصيه بملاحظة الممتلكات التي تركها، المال الذي هو في المكان الفلاني، تجارته التي أراد أن يربها وينميها فلم يستطع، نعم المشروع التجاري الذي حاول ولم يستطع أن ينفذه فأنتم عليكم أن تنفذوه، الدين الذي له على فلان فإياكم أن ينفذ هذا الدين، ينبغي أن تلاحقوا. هذه هي الوصية التي يهتم بها الراحل اليوم أو المسافر أو الذي شم رائحة الموت وقدم منه مع الأسف، يرى نفسه أنه مودع وأنه عما قريب سيكبر عن هذه الحياة الدنيا، وأنه ينفض يديه شيئا فشيئا من كل ما في هذه الدنيا، ومع ذلك فكان لسان حاله يقول: إذا أنا لم أستطع أن أظل وأستمر في معافستي للمال والتجارة لأنني سأدع هذه الدنيا وأرحل، فهانذا سأضع هذه المهمة المقدسة في أعناق أولادي، هذه هي المهمة المقدسة، والقرآن يعلمك كيف توصي أهلك وذويك إذا رحلت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد في الأحاديث الآتية تعلمك وتوصيك. المفروض الإنسان الذي طرق بابه الموت لمرض لأمر ما أو أراد أن يسافر سفرا طويلا لا يدري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسافر وماله على قلق، يعني على هلكة، إلا ما وقى الله، فأنت لا تدري هل ترجع أم لا. المفترض للإنسان الذي عرف الله وأحب الله عز وجل وآمن به وأدرك قيمة هذه الدنيا وقيمة ما وراءها، مفروض له أن يقول لهم: إياكم أن تغركم الدنيا كما غرتني، إياكم أن تخدعوا بها، أنا الآن نادي، لقد فرطت بديني في حياتي فعل كذا وليتني لم أفعل، لكن أنا أرجو منكم أن تتمموا ما تركته ناقصا، أرجو أن ترمموا ما لم أستطع ترميمه، لعل الله سبحانه وتعالى يشفع لي باستقامتكم، لعل الله يغفر لي أوجاجي استقامتكم. أوصيكم باتباع أوامر الله، أوصيكم بالابتعاد عن النواهي، أوصيكم بأن لا تعانقوا الدنيا معانقة الإنسان الولهان، تعاملوا معها تعامل الإنسان الموظف الذي وظفه الله بهذه الدنيا، لكن إياكم أن تعانقوها. أنا أنصحكم، أنا الآن أرى رحيلي عن هذه الدنيا وأنا أقف بمفترق طرق بين الدنيا التي أنا مدبر عنها والآخرة التي أنا مقبل إليها. هذا هو المفروض بالإنسان الذي عرف الله. افرض أنك قد أسأت في دينك، وأنك قد ارتكبت الموبقة، وأن الدنيا قد خدعتك وضاقتك، ممكن، لكن هذا الإنسان الذي خدع بسبب الدنيا عندما يجد نفسه طريح الفراش ويجد أنه راحل عن الدنيا وأنه مقبل على الله، عندئذ يدرك الحقيقة، يندم على ما قد فرط، فكيف تكون وصيته لأولاده؟ تكون وصيته لأولاده بأن لا يخدع بالدنيا كما خدع، وبأن لا تغرهم كما قد غرر به. فانظروا إلى حال الإنسان من العكس، يتصرف العكس تماما، ما يخفي أنه تقاعد عن تجارته وعن دنياه وعن ملاذه وشهواته، وغدا طريح الفراش وعما قريب سيرحل عن الدنيا، لا
يريد أن يحمل أوزاره من بعده لأولاده. نعم المشروع التجاري الديون التي يعلق ما حق امرئ ينام ليلة إلا ووصيته تحت رأسه تحت وسادته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الزمن الديون التي لك والتي عليك ينبغي أن تقول وأن تبينها لي على فلان كذا ولي على فلان كذا لأنها حقوق الورثة، وعلي لفلان كذا ولفلان كذا 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 لأنها حقوقهم في ذمتك. هذا مهم، لكن عندما تريد أن توصيهم بما ينبغي أن تفعل غيرها بعد وفاتك ما هو؟ تقول لهم عالق الدنيا كما كنتم عالقها، اجعل الدنيا بيتكم وشغلكم الشاغل طوال حياتكم. هكذا تقول؟ ينبغي وانت راحل عن الدنيا ان توصيهم كما كان يوصي انفسهم والانبياء. هذه نقطه اولى. الشيء الثاني مساله هامه تتعلق بالعقيده. رايتم ان وصيه سيدنا ابراهيم دلت على ان الدين الذي ابتعث الله به الرسل والانبياء دين واحد وهو الاسلام. الوصيه التي اوصى بها يعقوب وبنيه ايضا دلت على ان الدين الذي ابتعث الله به الرسل والانبياء دين واحد الا وهو الاسلام. وكل الرسل والانبياء مسلمون كما قال الله عز وجل هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. كلام واضح وكلام صريح. فسيدنا ابراهيم مسلم، سيدنا يعقوب مسلم، اولاده كلهم مسلمون، سيدنا ايوب مسلم، سيدنا موسى مسلم، سيدنا عيسى مسلم. نعم وكلكم تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم وتجدون هذا الكلام عندما قال سيدنا عيسى من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. نعم اذا هؤلاء الرسل والانبياء كلهم مسلمون. سيدنا موسى مسلم. ومن احجب العجب ايها الاخوه ما طرق سمعي ذات يوم من كلام احدهم نسال الله الهدايه لنا وللناس جميعا ان سيدنا موسى يهودي. سيدنا موسى يهودي بتم يهودي هذا كيف يكون هذا انسان مسلم؟ هل تعلمون ان هذا يكفر الانسان؟ كلم الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يهودي. هذا النبي الذي رفع شأنه كتاب الله عز وجل والذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى، هذا متى؟ عندما قال وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه بدون واسطة جبريل لكن دون أن يرى ربه. طمع سيدنا موسى وقد سمع نجوى ربه له، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خر موسى صاعقا من رؤية الجبل الذي دك، فكيف لو رأى تجلي الله عليه بدلا من تجلي جبروت الله وسلطانه وجلاله على الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا قال يا موسى
إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ألا نقرأ القرآن ويأتي من يقول من المسلمين؟ سيدنا موسى يقول وقسما لو أن باري عز وجل ابتعث سيدنا موسى اليوم لكان أول من يقود عباد الله المؤمنين إلى تطهير هذه الأرض المقدسة من دنس اليوم. والله الذي لا إله إلا هو. اليوم أن نعود فنقول هنالك فكرة زائغة في أذهان كثير من الناس وهي أن الله عز وجل لاحظ فكرة يعني العقل لا يقبلها. لذلك الله عز وجل يعني اتبع عدة أديان وقال للناس اختاروا ليختار كل منكم دينا من هذه الأديان. فاختار بعض الناس المسيحية، اختار بعض الناس اليهودية، اختار بعض الناس الإسلام، اختار بعض الناس البوذية، اختار بعض الناس إلى آخر ما هنالك من أديان. وتنظر فتجد هذه الأديان بينها كلها متناقضة متعارضة، فتتساءل كيف رب العالمين يجعل هنالك أديان متناقضة متعارضة ويقول لعباده كل واحد منكم يختار وكل دين مناقض للثاني. أنا لو قيل لي هذا الكلام وقيل لي هذا هو الحق أكيد يعني سيتزعزع الإيمان بالله عز وجل. رب العالمين لا يأمر فئة من عباده بشيء ويأمر فئة من عباده بأن يعتقدوا نقيض ذلك. معقول؟ رب العالمين يأمرهم بأن أعتقد أن الأمر كذا وكذا ويأمر فئة أخرى أن يعتقدوا عكس ذلك. ما بيصير. رب العالمين الحكيم لا يناقض كلامه كلامه ولا يناقض أمره أمره. نعم. ثم إننا نقرأ كلام الله، ولكن المؤسف أين هم الذين يعودون إلى كتاب الله ويقرؤونه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا نص واضح قاطع على أن الدين دين واحد. كل رسل بعثوا لينبه الناس إلى أن الله واحد وأن الناس جميعا عباد لله وأنهم مبعوثون بعد الموت وأنهم مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سيدنا نوح بعث بهذا، سيدنا شعيب بعث بهذا، يونس بعث بهذا، أيوب بعث بهذا، كل رسل الأنبياء الذين قرأتهم أسماءهم في القرآن والذين لم يقرأوا رسلا قد قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نعم كلهم بعثوا بهذه العقيدة الواحدة، الدين واحد الاعتقاد. نعم ما الذي اختلف؟ تشريع، يعني الاحكام السلوكيه. في فتره من الفترات كانت الاحكام السلوكيه شديده، في فتره من الفترات اصبحت اخف اكثر لينا ومسامحه، في بعض الفترات كانت الاحكام الشرعيه اضيق، في بعض الفترات كانت اوسع. يعني الاحكام السلوكيه تختلف حسب اختلاف المصالح. فما شرعه الله من احكام لقوم سيدنا موسى يختلف عما شرعه الله من احكام للذين بعث اليهم سيدنا عيسى. لذلك ماذا يقول سيدنا عيسى وقد خاطب وحاور أصحابه وحواليه وقومه من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم؟ قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا بعثت لكي أصدق التوراة التي ابتعث الله بها من قبلي وهو سيدنا موسى ومن بعده. نعم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. العقيدة أنا جئت لكي أؤكدها، ما في دين. أما التشريع ولقد جئت لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. التشريع يختلف لأنه العصور تتبدل، الآن شاء
شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن الشرائع السابقة، لا سيما في اتساعها وشمولها وديمومتها. الشرائع التي كانت من قبل في مرحلة ليس ما يأتي النبي اللاحق، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، لن يأتي نبي بعده، إذن ستبقى شريعته إلى قيام الساعة. إذن ينبغي أن تكون شريعته من الصلاحية والمرونة والاتساع، بحيث تغطي حاجات الناس إلى يوم القيامة. ممكن أن نقول شرائع سماوية صحيح، لكن كلمة أديان سماوية صحيحة غلط. لا توجد أديان سماوية، يوجد دين سماوي واحد والعقيدة واحدة التي ابتعث الله عز وجل بها الرسل والأنبياء، واختار الله لهذا الدين اسم الإسلام، يعني الاستسلام لسلطان الله وأمره. ثم ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب. أما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقى رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله فينا خطيبا، قام رسول الله خطيبا في مكان اسمه خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن أموت، هذا معنى كلامي، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين خطيرين كبيرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول زيد: فحث رسول الله على كتاب الله ورغب فيه بكلام طويل، ثم قال: وأهل بيتي، قال: أوصيكم بالثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، الثقل الأول كتاب الله، الثاني أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم، وقد سبق هذا الحديث بطوله مفصلا في درس مضى، وبأسنا أن نعود إليه. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وجد أنه إن عاش سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فسوف يرحل، إذا ينبغي أن يسوقه حب لأصحابه، غيرته عليهم، إلى نصحهم وإلى أن يوصيهم. فبماذا أوصاهم؟ هذا الحديث يرويه زيد بن ورقة، قام فيهم خطيبا قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر، يعني ترى أنا ما لي ملك، أنا ما لي إنسان مخلد فيكم، يعني من طينة ثانية غير طينتكم. هذا كلام رائع، يعني شعر سيدنا رسول الله أن هؤلاء الصحابة متعلقون به، أينما ذهبوا لا يستغنون عنه، فكأنه شعر أنهم لا يتصورون أنهم ممكن أن يعيشوا بدونه، وهو يعلم أنه بشر سيموت كما يموتون. طيب، من الآن، وأن يجعلهم من الآن متهيئين لما سيقع من بعد، يعني كأنه يقول، نقول بالعامية بسيطة، أنه أقوم لن تكون متعقين فيه، متعقين فيه بكرة. طيب إذا أنا رحت شو بيصير فيكم؟ من هلا وضحوا حالكم اللي أنا راحل، وهالدين هذا بده يبقى بيناتكم، والاجتماع ليك، الاجتماع الذي لا فراق بعده عند الله سبحانه وتعالى، أما هاهنا فهي دار الفراق، هذه دار الأحزان، دار الفراق. واحد يأذي صاحبه، هي كلمة شائعة، بيقول خاتمة الأحزان إن شاء الله، والله الحكي هي هذا من المجاملات التافهة التي لا المتكلم يصدقها ولا السامع يصدقها، لا خاتمة الأحزان، ها
هذه الدار لن تنقطع عنها الأحزان. نعم. وكل أخ يفارقه أقول لعمر الله حتى الفرقداني، مو إلا الفرقداني، حتى الفرقداني. نعم. كل أخ يفارقه أقول. هذا معنى ما دام أحزان، دار وصرف، دار مرض، دار خسارة، دار فقر، دار فراق الأخ عن أخيه، الصديق عن صديقه، الزوج عن زوجته، والعكس وهكذا. نعم. تمتدج فيها الأفراح بالأحزان. دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا. لكن من الذي يستطيع أن يجلب قلبه الأحزان؟ الإنسان الذي اتصل بالله اتصالا وثيقا وثيقا، جعل اتصاله بالله يثق بأن الله لا يختار له إلا الخير. عندئذ إن أصابه أي مكروه ألم يأتي من عند الله مرحبا بما قد قضى به الله عز وجل. هذا الإنسان هو الذي يمكن أن يقال له لم تصيب قلبه الأحزان. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم أنا راحل، هذه الدنيا مطبوعة بطابع الفراق، إياكم أن تتلجلجوا بعدي وأن يصيبكم شيء من الفراق أو الوسواس، اصمدوا على هذا الدين. أنا جئت أنا وإياكم لنتمسك بكتاب الله، كتاب الله بينكم، أنا تارك فيكم كتاب الله، إن أنا رحلت فماذا تريدون من شخصي؟ وقد تركت فيكم ما قد ابتعثني الله به، الباري بعثني لأعطيكم هذا القرآن ولسوف يبقى بينكم، فأنا رسول جئتكم بالبريد الذي أرسله الله لكم وأنا راحل. المهم أن الرسالة اللي جاءتكم عن الله موجودة ولا لا؟ موجودة خلاص. نعم، هذا ما يريد أن يقوله. وقد رضى رسول الله عباده على هذا الصبر والثبات مرة أخرى إلى جانب هذا، عندما شاء الله أن يشيع بين الناس في غزوة أحد أن رسول الله قتل، هكذا شاء وذاع لحكمة شاء الله عز وجل. الناس تلقوا الخبر بذعر شديد، لم يكونوا قد تهيئوا لأن يصدرهم هذا النبأ. من الناس من قال طيب إذا مات رسول الله إذا فلنترك هذا الدين ونرجع إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. ناس آخرون قالوا طيب إذا مات الرسول نترك ما قد جاء به الرسول، ما لك شو بدنا بهي الحياة كمان إذا الرسول، خلينا نحن نقاتل نلحقه. ناس هكذا وناس هكذا. أنزل الله الآية التي ثبتت القلوب وربطت الناس بالله بعد أن كانوا مربوطين برسول الله، الحب لرسول الله موجود لكن الرابط الحقيقي مع من؟ مع الله، ورسول الله وسيلة. وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، إلى آخر الآية. هذه الآية ما كانت، ما هي وظيفتها؟ وظيفتها أن تضع المسلمين بدورة تدريبية لكي تتثبت قلوبهم متى؟ يوم يأتي النبأ الحقيقي عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله من هذه الشائعة الكاذبة التي سرت بين المسلمين دورة تدريبية دربتهم على تلقي الخبر عندما يأتي الخبر فعلا حقيقة، ودربتهم على أن يصمدوا ويثبتوا وأن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى آخر الآية. الرسول أكد هذا المعنى، قال ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأطال رسول الله ببيان ضرورة التمسك بكتاب الله. الثقل الثاني وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لعلكم تذكرون هذا الحديث يوم سأل أحد الصحابة زيد بن أرقم، يا زيد من هم أهل بيت رسول الله؟ نساؤه من أهل بيته؟ قال نعم نساؤه من أهل بيته، نساء
ورسول الله من آل بيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الكل يدخلون. لكنه قال هنالك ماذا أخذ بأهل بيت رسول الله؟ وهم الذين لا يجدون أن يعطيهم الزكاة، هؤلاء أولاد العباس وأولاد بني عبد المطلب وأولاد عقيل، نعم، وأولاد سيدنا علي سيد فاطمة، هؤلاء لا يجدوا أن يأخذوا الصدقة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما ورد في أكثر من حديث صحيح. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة إذا كنا من أهلها من أصناف الثمانين، لكن بقية هؤلاء الذين الفقهاء من هم لا يأخذونها. أما إذا أردت المعنى العام لأهل بيت رسول الله في هذا الحديث، فهم جميعا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيت رسول الله. وأحاول أن أعود بكم إلى نص هذه الكلمة في الحديث السابق، نعم، فقال له حصين لزيد: ما أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال، يعني زيد، نساؤه من أهل بيته، من أهل بيته يعني عموما، ولكن أهل بيته أيضا من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة عليهم. إذا من أخرج نساء رسول الله من آل بيته فقد أتى بشيء كبير، وقد أعظم الفدية وإساءة الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول في آل بيته، في حق رسول الله، لأن من يسيء إلى زوجته هو في الواقع يسيء إليه، لا شك في هذا ولا غير. لا، هذا الحديث طبعا يأمرنا ويوصينا بالتمسك بكتاب الله، ويوصينا بحب آل بيت رسول الله، وهذه الوصية ينبغي أن تغرس في شغاف قلوب آل بيت رسول الله، كما ذكر زيد بن الوهاب المشرح، كلهم ينبغي أن يكونوا سواد أعيننا وأن يكونوا ملء قلوبنا. نعم، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله من كل من أساء إليه، نبرأ إلى الله من كل من خانه، نبرأ إلى الله من كل من قد عذبه في يوم من الأيام، ونشهد أمام الله أننا مع آل بيت رسول الله، وأنه لو أتيح لنا أن ندافع عن آل بيت رسول الله لما قصرنا، هكذا ينبغي. لكن هل هذا يعني أن يكون قلبنا ضيقا 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 بحيث لا يتسع إلا لحب آل بيت رسول الله؟ الرسول الذي أوصانا بأهل بيته أوصانا أيضا بأصحابه، قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفا. قلوبنا تتسع للجميع، نتوج هذا الحب بحب آل بيت رسول الله أجل كله، ولكن قلوبنا تتسع أيضا لمحبة الآخر تماما كما كان أصحاب رسول الله. انظروا إلى الصحابة كيف تلقوا هذه الوصية من رسول الله، كم كان أصحاب رسول الله يحبون آل بيته، كم. لو أردت أن أوضح لوجدتم شيئا كبيرا وجليلا جدا. طيب، وآل بيت رسول الله كم كانوا يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الود كان يسري بتفاعل بين هذا وهذا. شيء آخر ربما قال قائل، وقد قال لي أحدهم: أنتم تقولون تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الحديث الصحيح هذا، كتاب الله وآل بيتي، آل بيتي مضبوط، حديث صحيح، حديث رواه مسلم، ولا نغتاب به أبدا، وندافع عن هذا الحديث، ونحرص كلام رسول الله ضد من يريد أن يشككنا في هذا الكلام. لكن هل هذا يعني أنه كتاب الله وآل بيتي والسنة؟ لا،
سنذكر في حديث آخر. لماذا ننظر بعين واحدة؟ أيضا هذا نفس موضوع الحب. لماذا إذا كنا نحب آل بيت رسول يعني لكم ينبغي أن نلقي الصحابة أو ما كفتا ميزان؟ طيب أين أنت من الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وآخرون؟ نعم أنا رسول الله. هذا الحديث الذي ذكرته لكم في أول درس، وعظنا رسول الله موعظة وجلت نرحت منها الدموع وولدت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد الحبشي وإنه من يعش منكم فسوف يرى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يجوز لنا أن ننسخ حديثا بحديث. كل ذلك قاله رسول الله، كل ذلك قاله رسول الله. قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وأمرنا بالتمسك به وأنه الهدي الذي ينبغي أن لا نحيد عنه، وأمرنا أيضا بحب آل بيت رسول الله وجعلها الوصية المقدسة التي ينبغي أن لا تبالح أفئدة لنا حبا وإجلالا وتعظيما. تمام، لكن هل سكت أم تابع وقال في حديث آخر أكثر من مرة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ألم يقل ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه من خطابه صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي؟ ألم يقل ذلك؟ لا. فنحن نصغي إلى هذا وهذا وذاك، ونحاول أن نطبق كل ما يوصينا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.